يعني ممكن افضل مدرب يجي العراق حاليا يفشل، يعني انا برايي ما يحقق النجاح اللي مرجو احنا، يعني اكو اشياء من كميه الامل اللي اعطيتنا. لا مو هي مو كميه امل، خلينا نكون واقعيين جدا. يعني ترى ادفوكات اسم كبير يعني بعالم التدريب، يعني يعني المناخ ما يختلفون عليه. احنا قد الاعلام شوه سمعته وشوه الصوره، لا هو ادفوكات اي بس هو ادفوكات، يعني مع روسيا حق نتاج، مع بلجيكا حق نتاج، اسم يعني حتى مع المنتخب الهولندي ممتاز، دور الهولندي من مدرسه يعني شموليه بكره القدم. لكن انت تجي احنا قبل لا يجي خلينا نشرح له، خلينا نشوف الامور كلها، نفتح الابواب كل المغلقة. بس بهذه الخبره ادفوكات هو قبل ان يدرب، هو قبل. مو اشوف هناك تصورات مسبقه، يعني هسه انا مثلا اجي للقناه اعتقد القناه بخلاف ما انا جيت شفته، يعني ممكن زين. تعرف ذول العقليه الاجنبيه يصور العالم ما بقى متردي بهذا الوضع، يعترف انه اللاعب يعني خلال 72 ساعه يجي جاهز تكتيك يعني مكملات بسيطه يدخل اللعبه يؤدي. تفاجئ يعني انا بقلعه تفسير تفاجئ الرجل، هاي وين؟ يعني احنا بالالفيه الثانيه بعدكم منتخبات بهذه الطريقه البدائيه وهذه انديتها وهذه مستوى دوريها، فاعتقد يعني انصدم. يعني هو هسه كل مدرب العالم ترى 73 ساعه يجمع لاعبين يعطيهم التكتيك ينزلون، احنا لاعبين بدائيين مساله التكتيك، يعني اذا طبق له واجبات مركبه فيفشل لاعبنا يوقف يعني يعطل، فالمدرب معاه ايضا يعطي الخيارات. زين هسه نجي هذا جانب مهم جدا. الجانب الثاني شوف عمليه اختيار المدرب بدايه، يعني الاسماء كثيره بالعالم، احنا طبعا للاسف انه ترى كثير هسه حتى بالشارع متابعين يعني يعرفون المدربين الاجانب وهذول، خاصه اللي عندهم شغف بالكره العالميه. احنا بعض الاسماء التدريبيه ما عندها شغف بالكره العالميه، ما يعرفوا الاسماء هذه، هم طامه كبرى علينا ينفتح على العالم يشوف العالم شلون. قصدك الاسماء اللي باللجنه؟ لا حتى بعيد عن اللجنه، هسه شوف الكل يركز مدارس كرويه بينما ما عادت مدارس كرويه.